قبل أن نبدأ في ملفنا للنقاش والمتعلق بالكارثة التي يعرفها أو عرفها موسم الحج لهذه السنة والمتعلقة بالمصاب الجلل والحادث الذي وقع في مشعر منى والذي أدى إلى مقتل أزيد من 700 حاج من مختلف الجنسيات، سنكون على موعد مع تحليل وتفصيل والتعليق في هذا الخبر وهذا الحادث من موقع أمني وموقع وقائي وموقع معماري وتخطيطي للمكان الذي وقع فيه الحادث. قبل ذلك ومع الخبر الذي وصلنا قبل قليل والمتعلق بالمنسق السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث نقل موقع إسرائيلي اليوم الجمعة تصريحات سابقة للمنسق السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بالعياط خلال ندوة لمساندة مسجد الأقصى قبل أيام، دعا فيها إلى ضرورة امتلاك القنبلة النووية لإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على الخروج من الأراضي الفلسطينية. ويبدو أن تصريحات بالعياط أثارت حفيظة الإسرائيليين، حيث كتبت أروتس شيفع وهي شبكة إعلامية إسرائيلية أن وزيرا سابقا جزائري وهو عبد الرحمن بالعياط دعا إلى ضرورة امتلاك قنبلة نووية لطرد اليهود من فلسطين وإقامة دولة فلسطين بالقوة. وكان عبد الرحمن بالعياط قد أدلى بهذا التصريح في منتدى الحوار المخصص لنصرة المسجد الأقصى، حيث قال أنه علينا تنصيب قنابل نووية في مرتفعات التكشدة أو الأوراس من أجل تهديد دولة الكيان الصهيوني. وسنوافيكم مشاهدينا خلال 90 دقيقة برد فعل المنسق السابق. نعم، ينضم إلي مباشرة ربما المنسق السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بالعياط. مساء الخير صحايدك سي بالعياط. تعيد وتزيد، ولكن ما تسمينيش واسمه مسؤول سابق، انا مسؤول حالي في جبهه التحرير طيب الوطني. طيب معليش. الى الخطره عندها قيمتها. طيب الصحف الصحف الاسرائيليه راح تسالوني عليه. سي بالعياط، الصحف الاسرائيليه اخذت كلامك الذي صرحت به في منتدى الحوار في وقت سابق حول ضروره تنصيب رؤوس نوويه في بعض المرتفعات وتهديد الكيان الصهيوني بهذه الرؤوس. اليوم أنت محل جدل أو محل ربما حديث في الأوساط احتلال الإسرائيلي، ما تعليق على هذه القضية؟ والحمد لله، لأن الكلام اللي تكلمته هو كلام مسؤول، والمكان اللي تكلمت فيه وبين الناس ما عطاوش الأهمية لرأي عطاته الصحافة تاع الكيان الصهيوني. مع الأسف فيهم واحد خضاه بشيء من الاستهراء والاستهزاء، لكن الان الناس اللي معنيين بالموضوع اعطوه اهميه. ونحب ندقق لهم هنا وان شاء الله هما راهم يكونوا يسمعوا فينا ويسجلوا كلامنا، ان السلاح النووي هو سلاح العبره تاعو بامتلاكه وليس باستعماله، لانه منذ اوت 1945 بعد هيروشيما وناغازاكي السلاح النووي العبرة تاعه هي في امتلاكه وليس في استعماله، ولحد الآن ما زادش استعماله. إذا الكلام اللي قلناه هو بصفتي مناضل نتاع العروبة ومناضل نتاع الإسلام، هذا العدوان الصهيوني علينا في الأقصى هذا ما يخلي حتى عربي وحتى مسلم خالي الذهن. وبالتالي نحن نقول باللي لازم نردع الكيان الصهيوني من الاعتداء على وطن عربي فلسطين ومن الاعتداء على مقدسات إسلامية وهي القدس. وهذا الكلام هذا ما هوش سري، ولكن ما هوش رسمي لأي دولة من الدول. أنا قلت باللي لا الدول العربية ولا الدول الإسلامية راهي واعية بالتحدي اللي راهي يديره الكيان الصهيوني، وذكرت حتى باكستان بإمكانها أنها تعمل عملية ردع، ولكن مع الأسف. جميل. الأسف طيب لا لا لا, لا نعم. حياة اللي من تهادي عند العرب وعند المسلمين. سي عبد الرحمن بالعياط، هذا مو شيء جديد. سي عبد الرحمن بالعياط، نشكرك جزيل الشكر على إبداء رأيك في هذه القضية، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. بارك الله فيك. صحيح مشاهدينا.